السلام عليكم أعزائي، إن شاء الله تمام. اليوم راح نتكلم عن وصفة مميزة ومجربة للوقاية من انسداد وصلب الشرايين، وكذلك المحافظة على ضغط الدم، وكذلك مد الجسم بالطاقة الإيجابية للقيام والقدرة على إنجاز الأعمال اليومية بدون تعب، وكذلك المحافظة على هدوء الأعصاب. كل هذا بالوصفة اللي راح نتطرق لها بعد قليل، خليكم معنا. الآن أعزائي يجي الدور نعرف مكونات هذه الوصفة المميزة. تتكون هذه الوصفة من ليمون حامض، ليمون أبر أو ليمون حامض عدد 5، 5 ليمونات بقشرها، 21 فص ثوم، 21 فص ثوم، أنا هذا رأس الثوم يقشر، طلع منه 21 فص ثوم بدون قشر، نقشر حتى الفص من قشرة بدون قشر. أيضا زنجبيل، وانتبهوا هذا الموضوع، زنجبيل لازم يكون حجم أصبع اليد، حجم أصبع اليد لا أكثر، يعني هذا الحجم بالضبط، حجم أصبع اليد، تمام؟ في حال كان الزنجبيل، هو طبعا لازم يكون طازج، كان زنجبيل كبير بهذا الحجم يقطع بالسكين، يأخذ منه حجم صغير بمقدار أصبع اليد. كذلك نصف كوب صغير من زيت الزيتون البكر الغير مكرر، لازم يكون أصلي، أو ربع كوب من زيت الزيتون البكر، قنينة ماء صغيرة بهذا الحجم. هذه مكونات الوصفة. راح نتطرق طريقة عمل هذا المزيج بالخلاط وكيفية استخدامه لكي يكون مفيد لكم، تابعوا. الآن راح نعمل المزيج. هاي فص ثوم، راح نحسب عدد 21 فص ثوم، 21 فص ثوم بدون قشر، قشرهم. بعد ما كملنا تقشير 21 فص ثوم، نفتح الخلاط، نضع 21 فص ثوم داخل الخلاط، ونضع نصف كوب صغير من زيت الزيتون البكر، أو ربع كوب من زيت الزيتون البكر، ثم يجي الدور إلى تقطيع، نقطع الحامض بهذا الشكل، طبعا في حال كان بشوائب أو هذه نلغيها، وطبعا قلنا احنا بقشرة راح نقطعه بهذا الشكل، 5 ليمونات نضعهم بالخلاط. وهذه الليمونة 5، نضعهم بالخلاط بهذا الشكل. الآن نجي دور الزنجبيل، ناخذ مقدار أصبع يد، شوفون هذا الزنجبيل مقدار أصبع اليد، ما ناخذ أكثر، نقطعه بهذا الشكل ونضعه بالخلاط. الآن يجي الدور نضيف قنينة الماء على المزيج. في حال كان الماء أقل من المزيج، شوفوا تلاحظون أقل من المزيج،
نضع قليلا من الماء فوقه. تمام؟ نغلب الخلاط. نغلب الخلاط وراح نبدي الآن بطريقة عمل المزيج. خليكم معنا. بعد ما كملنا وضع جميع المحتويات داخل الخلاط، اجى الدور نشغل الخلاط حتى نعمل مزيج. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتظر الخلاط طبعا لحد ما يكون المزيج نشوفه بنظر عيننا انه هو يكون المزيج كله متجانس. حاليا جهز المزيج. بعد ما كمل خلط المزيج راح نشوف المزيج اللي هو بالضبط كالعصير. تمام؟ هسه حاليا راح نبدي نفتح الخلاط ونبدي بعملية نجيب مثل هذا أو قنينة أو أي شيء بالضبط نفس هذا الشيء، وكذلك يجب يكون عندنا شيء نقدر انه نصفي به المزيج. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا نقدر انه شويه نحرك المزيج ملعقة حتى يصفى المزيج، ناخذ منها فقط الماء. بس صار عندنا المزيج بهذا الشكل عصير، بالضبط العصير. الآن أعزائي بعد ما نكمل الخليط راح نجي بطريقة استخدامه. طريقة استخدامه جميع الأعمار ولكبار السن واللي يعانون من أمراض الضغط وكذلك انسداد الشرايين وتصلب الشرايين واللي يحتاجون طاقة يومية إلى آخره. استخدامه استكان أو كوب صغير، نصف كوب فقط من الخليط، نصف كوب بالضبط، نصف كوب من الخليط بالضبط هذا المقدار. وثم يشرب هذا النصف كوب من الخليط صباحا ومساء بعد الاكل، صباحا ومساء بعد الاكل، معنى نشرب مره واحده الصبح ومره واحده بعد العشاء وبعد الاكل مرتين فقط باليوم ولمده 7 ايام فقط. اما باقي المزيج فيحفظ في الثلاجه البراد، يحفظ ويستخدم يوميا ويوضع بقنينة أو مغطى ويحفظ بالثلاجة أو البراد حتى يكون نحافظ عليه وعلى ديمومته. طبعا هذا المزيج جدا لذيذ وطيب، لكن لا تستخدم أكثر من نصف كوب صباحا ونصف كوب مساء بعد الأكل لمدة 7 أيام فقط. إذا بقى من المزيج ارميه، لا تستخدمه أكثر من 7 أيام. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله. طعم جدا طيب ومفيد جدا. طبعا هاي الوصفة تعلمت من احد الاصدقاء، وصف لي اياها واستخدمتها لاشخاص معينين من اقاربنا وعملوا هاي الوصفة وكانت النتائج جدا مبهرة. شاركوها مع الجميع لتعمل فائدة، ونحتاج فقط دعاكم و اشتراككم بقناتنا. ان شاء الله راح تكون عندنا فيديوهات كثيره بهذا المجال. مع الف سلامه، شكرا لكم.